خير، صباح الخيرات. أولى لقاءاتنا اليوم بيوم جديد رح نستهلها بهيك طراوة الكلمة والصلاة يلي وقتها منغنيها ومنرنمها منقدر نوصل أسرع يمكن لربنا، ربنا يلي بحب الجمال بكل توجهاته، إن كان بالكتابة إن كان بالفن الراقي وطبعا بالتراتيل وبالصلوات يلي بتجمع الكتار، خاصة بهالأسبوع العظيم يلي تقريبا كل لبنان عم يقطع بهيدي المراحل وصولا للفصح والقيامة. بسعدني استضيف معي الاستاذ فوزي عساكر. اهلا وسهلا فيك استاذ فوزي. حضرتك بالبداية رئيس تحرير مجلة العالمية، وانما اليوم عم نستضيفك كمرنم ككاتب كمؤدي ملحن. وملحن، يعني جامع الخلطة كلها. بالبداية خلينا نحكي شوي عن مسيرة المجلة وشو بتتعاطى وليه اليوم بدنا نحكي عنها قبل ما نحكي عن الأغاني والتراتيل. أول شيء صباح الخير لإليك وللمشاهدين جميعا، وتحياتي لأسرة أو تي في. المجلة هي اللي لها الفضل الأساس بإنتاج هالأعمال يلي عم بعملها، إن كان على صعيد الكتابة من ناحية مسرحيات، من ناحية كتب مؤلفات، في عندي 8 كتب موجودين بالسوق، موجودين بالمكتبات، وموجودين كمان على الانترنت بمواقع كتيرة، بيتضمنوا سياسة، قصص حب، شعر، خواطر، وكمان فلسفة روحية. في كتاب اسمه جزء من الله أنا، يعني الإنسان أنا، مش أنه أنا وحدي مميز حالي هيك أنه الإنسان هو جزء من الله، وبفسر من وجهة نظري أكيد بدون ما أكون عم بفتح دين على حسابي. أنا من وجهة نظري شو معنى الإنسان ولي جاي على الدنيا ووين رايح وشو الهدف من أنه ينخلق هذا الإنسان، وما بيتعارض مع الكنيسة لأنه طلعوا عليه رجال دين كبار، وما بيتعارض أبدا مع مفهوم الكنيسة. هلأ كمان أنتجت المجلة، بما أنه عم نحكي عن العالمية، أنتجت كتير من الأغاني لإلي. أنا ما بغني بمطاعم وما بعرف وين وين وين، بس بغني بريسيتاليت. أوكي، يعني غناء هادف. إيه لإيصال كلمة وفكرة. أنا ما بقدر غني مع شوكي وسكين وملعقة، مع احترامي لكل اللي بغنوا بهاي الأماكن، لأنه بالنهاية الحياة بدها تمشي. صح. بس أنا بفضل الأغاني تبعي يكون في مساج من وراء كل أغنية بدها توصل. يعني الهدف من الأغنية مش الشعبوية، إيصال رسالة. صح. من القلب، هدف معين يدندن الإنسان. صح. إن كانت صلاة أو حب أو رح تخبرنا، وتمثل قصة حياة. إيه؟ حدا من الناس دايما. لانه لازم هيدا تكون، لانك كاتب بالبدايه، يعني كمان روح الصحفي اللي عندك والكتابه عم تخليك. ما تقلك شو هي، مش شغلي عطيت شغلي. ايه؟ هن مسايقه بباراليل مع بعضهم. انت باكج. اي مسايقه بباكج. طب كيف خرق السياسه هالباكج؟ يعني السياسه ماده جافه وانت تلميذ اقتصاد. انا عامل اداره اعمال. بس عملت إدارة أعمال لأنه بوقتها أنه بدك تعمل كارير معين تطلع منها مصاري. أوكي. بينما أنت شو عندك بداخلك جوا هو الفن، الشغف. فهيدا الموجود عندي، هالموهبة هاي، بيعتبروا أنه هاي ما بتطلع مصاري وما. أوكي. بتعيش وما بعرف شو، اعمل شغل تعيش وتسلى بالتاني. بلشت ألف كان عمري 8 سنين. واو. أول شعر، أول لحن كان عمري 11 سنة. حلو. بس نحن ببيئة منا قادرة توصلني. أنا مش من عائلة معروفة فنياً أو معروفة سياسياً أو معروفة ما بعرف شو، من عائلة متواضعة جداً. ثاقبت الله، أعطاني هالوزنات هيدي، حاولت تجر فيها على قد إمكانياتي، وهيدا يلي ما بيخليكي إنك تنتشري بسرعة كتير، ولكن ما فيكي كمان تدفني هيدي الوزنة بالتراب وتقولي له انت اعطيتني اياه ومني رح تاجر فيها، لا بدي تاجر فيها. حلو. قد ما بقدر تاجر فيها توصل للكل، لاكثر ناس تقدر توصل هيدي الرساله. يعني هي امانه بين ايدينا. ايه؟ قبل ما نبلش نشوف اعمالك، قلت لي السي دي فيه اغاني حب وفيه 4 او 3 تراتيل.
السي دي هو مؤلف من 10 اغاني نعم واربعة تراتيل بس بنفس السي دي اغاني بنفس السي دي شو عنا بشو شو عنا بينا عنوان السي دي كله ايه؟ دموعك علينا غاليين بيتوجه للانسان اللبناني يلي عم يبكي من ظروفه الصعبه يلي عايشها فانا بتوجه له انه لما بتحكي اوعى تشكي ضلك حافظ على الضحكه نعم كلهم يومين ورايحين بين التكي وبين التكي حلو حافظ على عيونك ما تبكي دموعك علينا غاليين حلو خلينا نروح نحن والمشاهدين يا جرح بين جبال وصلنا لقصة مثلا التراتيل اكيد كنت عم بقول انا انه بالسي دي في اشياء كثير عاطفية وفي حب نعم. وفي حب من نوع اخر بنحضر التراتيل بنشوف بنرجع بنخبر عنه وبنرجع بنحكي مين يلي اشتغل فيها اوكي فطلع الفيديو يعني خلينا نروح لكان لهالترنيمة من كتابة وإداء اكيد وترنيم فوزي عساكر بين جبال عم يعمل صدى صار الوجع كل الوجع ترتيل رفع بصومة ترفع الهدى ويركع برجيل بعد جيل هونيك الله مد ايده وقال رفعوا لبنان خلاتن انا من جبال جرن الوجع لتنيل تعمدوا درب الوجع ما في ايام تاكدوا ما عليش يا لبنان يا قديس بالإنجيل جسمات فكفك من أسى وجروح بين السماء والأرض بيتروح بالوجع رفع يا شعلة الإيمان كنت عم بتقلي من بعد هالقطعة رح يكون في توجه للبنان بنفس الترتيلة بردك لسؤال السياسي والمواطنية مع الترنيم والترتيلة يلي هلأ سمعناها كيف هيدي الخلطة موجودة؟ السياسي بمفهومها الصحيح هي قيادة الشعوب إلى بر الأمان وتحسين أوضاعها فأنا بشوف أخطاء كتير بالحياة السياسية اللي نحن عم نعيشها بفضل دايماً لأنه عندي المبادرة أني أعطي الحل مش للزعيمة ما بدي أعمل زعيم بس أنا عندي المبادرة أني أعطي الحل منشوف بمجتمعنا كتير في ناس مثلاً بينتقدوا معهم حق بينتقد السياسي فلان والأداء الفلان بس ما حدا أو قليل تما نظلم ليل يلي بيعطوك حلول فلأني بلاقي أنا بمطارح كتير عندي الحلول بعتبر أنه أنا لازم أحكي سياسي دل على الجرح وأعرف شو لازم أعطيه دواء نعم حتى يشفى من هيك عملت أحد الكتب يعني كذا كتاب سياسي في كتاب اسمه النور الساطع في كتاب اسمه ديمقراطية نحو السلام حلو حكيت فيهم وجهة نظري بحط الوجع المرض يلي نحن عم نعيشه بكافة مرافق الحياة صح. وبحط وجهة نظري كيف نحن بنقدر يعني حتى واضحة الثقافة الدينية والسياسية واللاهوت وكل هيدا ما هو شيء متكامل واضح خلينا يكون. نروح كمان للقديس شربل يا ساكن حد الغيم يا ساكن حد الغيم نستمتع بهالترنيمة كمان بطلب منه بالترتيلة انه شوف الناس يلي تعتم لبنان ومنا قادرة تضوي شمعة ايه. لحتى تعيش
وهودي كمان بدي وجه تحية أنا للمخرج يلي صور لي واشتغل لي وكل شيء إلي سليمان. وبدي وجه تحية كبيرة للأب شادي بشارة الراهب اللبناني يلي صور لي درون بالطيارة بأشياء كتير حلوة. وبدي وجه تحية للي عمل لي توزيع وتسجيل استوديو بسام دكاش كمان. واكيد لمجله العالميه اللي انتجت هالاعمال هيدي. خلينا نروح هلا ترنيمه القديس شربل كمان لنكون عم نرفع صلواتنا ونرفع لبنان بصلاتنا مثل ما عم تعمل الاستاذ عساكر. يلا لالكن. يا ساكن حد الغيم عم خدت الله غافي، يا مصبرت عالطيب تختصرت المسافي. يا ساكن حد الغيم عم خدت الله غافي، يا مصبرت عالطيب تختصرت المسافي. بين السماء والأرض صليت فرض وفرض، يا مزرعة هالأرض غلي وخير وعوافي. دويت كل الكون مرهم أداسي، وما بين لون ولون عالجت المآسي، دويت كل الكون بمرهم أداسي. فعلا الكلمات مؤثرة وكأنها صلاة مع هيك تلوينة موسيقى ونغمة قريبة على الأذن، ومثل ما كنا عم نقول يعني ترفع الصلوات بطرق مختلفة إن كان شعر كتابة. كيف تحب تتوجه للناس يلي عم يحضروا أو يلي عم بيصلوا هيدي الترانيم؟ بأي طريقة يتناولوها؟ يتناولوها بطريقة المرهم يلي بدو يعالج الدواء، يلي بدو يعالج المرض. يحطوا هالصلاة هيدي يقدموها للبنان، لأنه أنا ما شلت لبنان من كل الصلوات اللي عم نقدمها، من كل هالتراتيل، لانه بالنهايه انت بدك تطلبي من الله شيء. شو اغلى شيء تطلبيه؟ اغلى شيء انه يكون في عندك وطن. طبعا نحن ما عندنا وطن هلا للاسف، ما عندنا وطن، لانه ما في مسؤوليه، ابدا ما في مسؤوليه من كتار من المسؤولين، دائما انا ما بشمل، من كتار من المسؤولين يلي وصلوا على انهيار هيدا البلد. طبعا. وبعضهم مستمرين وبعضهم مبسوطين، لازم تعمل له ترتيل لهم لنصير واضحين جدا مع ربنا بالاسامي تحت امضاءك، ترنيمه خاصه للمسؤولين يلي اوصلونا لهون لربنا فعلا يسامحهم ويخلصنا منهم. مؤسف جدا. مؤسف جدا انه ما عم يوعى هيدا الضمير ولا باي شكل من الاشكال، وعم يتمادوا بطريقه اكيد الشعب عليه حق، لانه الشعب بعده بيطيب اذا بيقعدوا اثنين مع بعضهم عم يحكوا. نعم. بيطيب لزعيمه يلي هو أكيد. هلا موجود أكيد. بالحكم وبعده هلا عم يحرق البلد. استاذ فوزي عساكر اسعدنا بلقائك اليوم، طبعا فيكم تتابعوا كل هيدي الاعمال عبر يوتيوب وعبر الصفحه الخاصه يوتيوب العالميه ماجازين. نعم. مجلة العالمية. نعم. شكرا لك، منحملك كل السلامات للي رايح تشوفهم يلي رح يمرقوا بدربك اليوم. تسلمي، الله يخليكي. انا بشكرك وبعيد كل اللبنانيين، بقول لهم معلش جرح مثل ما يسوع انجرح. صح. لبنان مجروح بس. نعم. في ايامي. نعم. بعد بكره عنا وبعد جمعة بعد عندكم. اللي بعده عنا. فاصل بسيط مشاهدينا ومنتابع.